محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر بينا اليوم ذكرى رحلة الإسراء والمعراج، عندما أسري بسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بأرض الشام بفلسطين الحبيبة العزيزة، ثم عرج بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وارتفع به في طبقات السماوات حتى وصل إلى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق ولا يعرف كنه ذلك أحد من الخلق، ثم كانت العودة بعد ذلك إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة. هي حادثة مهمة بلا شك في مسيرة الرسالة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، بنتعلم منها دروس كتيرة وعبر عشان نستنير بيها في حياتنا. بنتعلم إن مع العسر اليسر، وإن الفرج مع الشدة، وإن النصر مع الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرض لكتير من المحن كان أشدها على قلبه صلى الله عليه وسلم إغلاق قريش الطريق في وجه الدعوة في مكة المكرمة، وتعرض النبي لكثير من الآلام والأحزان، فكان عام الحزن. فقد النبي عليه الصلاة والسلام لأهم من كان يعينه ويواسيه في دعوته في خاصة بيته وخارج بيته في عائلته، وهما أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد وعم النبي أبي طالب. فقد النبي بوفاتهم الدعم النفسي والعاطفي في شخص خديجة رضي الله تعالى عنها، فقد آزرته ووقفت بجانبه ودعمت النبي عليه الصلاة والسلام. وفقد الدعم الاجتماعي والسياسي اللي كان متمثل في عمه أبي طالب، وبسبب كده تجرأت عليه قريش وازداد أذاهم للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. فبدأ النبي يفكر أن يخرج بالدعوة خارج مكة، فربما وجد لها متنفسا بعيدا عن الجو الخانق الذي أصبح في مكة المكرمة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل إلى الطائف، خرج على قدميه
يقطع في الليل أشواطاً من السير إلى أن وصل إلى زعماء هذا المكان، زعماء الطائف، وعرض عليهم التوحيد، فردوا النبي عليه الصلاة والسلام وأغلظوا له الجواب وطردوا النبي وسلطوا سفهائهم عليه لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم أوقفوا له صفين من الصبية ومن سفهاء القوم هناك. وزيد بن حارثة يحاول عبثا الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يمنع وصول الحجر إلى حضرته، لكن شج رأس النبي عليه الصلاة والسلام، أصيب رأس النبي وأصيب قدم النبي وسالت منها الدماء صلى الله عليه وسلم. ولجأ بعد كده النبي إلى بستان، حيث جلس في ظل شجرة عظيمة يلتمس الأمن والراحة فيها. وبعدها قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة المكرمة في جوار أحد المشركين اللي النبي عليه طلب منه أن يعود في جواره ليأمن على نفسه ودعوته. النبي رجع لمكة وحال المؤمنين ساعتها حال شديد، ما بين مهاجر إلى الحبشة وما بين مكره على معاناة العذاب الشديد أو فار هارب إلى شعف الجبال، الحال كان أمره شديد. عشان كده زيد بن حارثة حدث النبي قبل أن يعزم على الرحيل إلى مكة وهو على أشراف الطائف بعدما ترك قومها الذين رفضوا الاستجابة لدعوة الحق. زيد بن حارث سأل النبي، ابن حارثة سأل النبي وقال: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ فالنبي رد عليه الصلاة والسلام، ورد النبي درس مهم، درس مهم لكل إنسان فينا، لكل مكروب، ولكل إنسان في شدة، ولكل إنسان في محنة، ولكل إنسان تثاقلت عليه الهموم والحمول. إن الله جاعل لما ترجى لما ترى فرجا، إن الله جاعل لما ترى فرجا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيرى فرجا عظيما. وعاد بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة عشان يستأنف من جديد الدعوة وعرض الإسلام وإبلاغ الرسالة المأمور إنه يبلغ. وهو ماضي في جهاده ده، وهو مصمم على تحمل المشاق في هذه الدعوة، وقلبه كل يقين في نصر الكريم سبحانه وتعالى، إذا وقعت له رحلة الإسراء والمعراج جبرا لخاطره صلى الله عليه وسلم وتنبيها على قدره وليرى من آيات ربه الكبرى. جاء الفرج الإلهي، جاء الفرج الإلهي كما كان يقينه صلى الله عليه وسلم في مولاه: إن الله جاعل لما ترى فرجا. فكانت رحلة الإسراء والمعراج رحلة هي بالروح والجسد من أجل تسلية فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم والربط على قلبه الشريف، ومكافأة ومنحة ربانية على ما لاقاه من آلام وأحزان ونصب وتعب، لتزيل هذه الرحلة عن قلب حضرته آلام الماضي، وتعطي للنبي عليه الصلاة والسلام الأمل في مستقبل مشرق مضيء وضيء. كانت هذه الرحلة رحلة القرب، رحلة الوداد، رحلة التكريم لحضرته والتنبيه على قدره ومكانته صلى الله عليه وسلم. هي رحلة مشحونة بالرموز ذات الدلالات العالية لمن رزق التوفيق إلى أن يستنبط هذه الدلالات. وأشار القرآن الكريم إلى هاتين الرحلتين في سورتين مختلفتين، فذكر هذا الأمر في سورة، أو ذكر الإسراء في وقصة الإسراء في سورة الإسراء، وقال كمان الحكمة من قضية أو موضوع أو رحلة الإسراء. فقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. هذه هي العلة، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك تم ذكر قصة المعراج وهو الصعود إلى السماوات السبع وما فوقها وثمرت ذلك، وكان في صحبته سيدنا جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. تعليل الإسراء كما نصت عليه سورة الإسراء في الآية الكريمة أن الله تعالى أراد أن يري عبده الكريم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعض آياته، وأوضحت آيات المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد ببعض هذه الآيات الكبرى، وبالفعل النبي خرج يعني شاف في عالم الملك آيات عجيبة، عالم الملك اللي هو عالم الشهادة التي نراه في عالمنا هذا، وانتقل بعد ذلك في معراجه إلى عالم الملكوت هذا الغيب البعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام هيئ لهذه الرحلة العجيبة اللي هي معجزة حسية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حارت فيها بعض العقول وزعمت إنها رحلة كانت بالروح، يعني اللي ما كانش قادر يدرك أنوار هذه الرحلة زعم إنها رحلة كانت بالروح، ما كانتش أو إنها كانت منام، ما كانتش بالجسد، فزعموا بإنها رحلة بالروح أو إنها كانت عبارة عن منام، لكنها كما قال جماهير أهل العلم من خلال استقراء أنوار الوحي الساطعة بأن رحلة الإسراء والمعراج لا يمكن إلا أن تكون أنها كانت بالجسد والروح، وإلا إيه التعجب في هذا الأمر؟ لو أنها رؤية منامية ما كلنا يرى في المنام، ولو أنها بالروح ما تصعد أرواحنا عند النوم، لكنها فعلا رحلة حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام بالروح أو بالجسد والروح، ووقعت رحلة الإسراء والمعراج في ليلة واحدة في اليقظة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ليس هناك ما يمنع ذلك بالعقل، ليس هناك ما يمنع ذلك بالعقل من وقوع هذه الرحلة بالروح والجسد. ولو كانت الرحلة دي بالروح ليه استعظم كفار قريش هذا الأمر لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم به؟ بل أنكروا على النبي، أنت بتقول إزاي تروح المسجد الأقصى وبعدين يتم العروج وبعدين تيجي قبل ما الصبح يشرق؟ أنكروا على النبي هذا الأمر، أنكروا لما إن الأمر فيه إعجاز وفيه إبهار، تعاظمته قريش وحجهم القرآن الكريم على إنكارهم، فقال الله أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.